توجد مدينة أكليم غرب مدينة بركان بحوالي 17 كيلومتر، وتعتبر المدينة الوحيدة التي توجد بقبيلة بني ريمش، إحدى أكبر قبائل بني زناسن. أكليم مصطلح أمازيغي مشتق من كلمتين، هما أكل وتعني أرض أو تراب، وأم وتعني مثل أو شبه. فأصل تسمية أكليم إذن هو مثل التراب أو شبه الأرض. انشئت المدينة في بداية الستينيات من القرن الماضي. في أول الأمر شيدت منازل القوات المساعدة، وبعد ذلك وزعت القطع الأرضية للسكان لبناء منازلهم من طرف القائد ميمون، وهو ابن عم قائد المنصور وصهره الذي كان قائدا على أكليم في تلك الحقبة. بدأ الناس يتوافدون من القبائل المجاورة، معظمهم من قبيلة بني ريمش، لأخذ القطع الأرضية. وهناك من أخذ قطعتين أو ثلاث، وهناك من لم يأخذ، مفضلا بذلك البقاء في أرضه مشتغلا بفلاحته وماشيته. القائد ميمون ساعد السكان الجدد بمواد البناء، كما ساعدهم أيضا بمواد استهلاكية من دقيق وزيت وسكر من خلال برنامج التغذية للأمم المتحدة. مصطلح أكليم كان وما زال يطلق على أراضي شمال الجامع القطبة التي تبعد عن أكليم بحوالي 3 كيلومترات من جهة الغرب. وفي هذه المنطقة يوجد جبل أكليم الذي نشاهده في الصورة. مدينة أكليم كانت تسمى عند نشأتها بثاوريث الإعلام. ثاوريث كلمة أمازيغية تعني التل، وكانت ترفع فيها الأعلام من طرف الفرنسيين ربما لإنذار أو إعلام عن هجوم أو فوضى أو شغب. وكانت توجد هناك ثكنة عسكرية ودار للحاكم ومحكمة، وكانت هناك مدرسة تعلم فيها كثيرا من تلاميذ المنطقة من سنة 1957 إلى سنة 1960. بعد إنشاء المدينة كانت مقرا للقيادة، والآن أصبحت مقرا للباشوية. سميت أكليم بعد ذلك بقرية كاستور اسما لمعمر فرنسي حين من الزمن. عقب الاستقلال سنة 1956 وزعت بعض الأراضي على المقاومين من قبيلة بني ريمش، وهي أراضي مسقية تسقى من قناة الري التي كمل بناؤها في نفس السنة. ويعتمد اقتصاد مدينة أكليم أساسا على القطاع الفلاحي الذي يشمل مختلف أنواع الخضروات والفواكه والحبوب والبواكه. وتأتي الحوامض في المقدمة، وعلى رأسها الكريمونتين اللاتين للدرجة النسلية المعروف بجودته العالمية. إلى هنا أتينا إلى نهاية هذا الوثائقي حول مدينة أكليم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وأترككم مع هذه الصور الجميلة لمدينة أكليم. إلى اللقاء. Thank you.